أنا عمري 12 بس عمر عقلي 100. أنا هون لحتى لقلك إنك كنت غلطان، لقلك إني تخلصت منك، لقلك إني تحررت منك للمرة الثالثة. إذا كنت قوي أنا أقوى، إذا كنت عنيد أنا أعند. صرت واعية أكتر، بفهم بأشياء أكتر، وبعرف كل شيء بالحياة تقريبا. يعني قصتي هي اللي بتميزني، وكمان يعني شخصيتي هي اللي بتميزني أكيد. سخنت وصار معي كونسير لما كان عمري 2، تعالجت ورجعت صحيت ورجعت سخنت ورجعت صحيت ورجعت سخنت، وهلا الحمد لله صحيت. أمي هي الأم المثالية، كتير كتير ساعدتني، كتير ضحت كرمالي. هيدا كل هالشي صار معي ما أثر علي، بعدني فيني أعمل كل شي. بصور بس مش كتير بحب، يعني بحب أنا أتصور. كمان برسم، بعمل هيب هوب هلا، صار لي فترة مش من زمان عم بعمل هيب هوب. بدي أتعلم كمان موسيقى قريبا، وكمان يعني أنا بخترع أشياء بالبيت، بخيط، بعمل أشياء بالبطقة مودلي بالخيطان، وكمان بكتب قصص، بحب كمان أكتب قصص. كتير ناس بيقعدوا مثلا بيقولوا ليه ما بتلبسي بيروك؟ ليه ما بتحطي بروتيز؟ ما بعرف شو، ما بحب صراحة أنا حدا يتدخل فيي، فهيك. إيه عندي ثقة بحالي، وكمان بشوف حالي حلوة كيف ما كانت. أمراض مثلا في ناس بيكونوا ساخنين بيحكوني تعطيهم قوة، بصيروا بيطلبوا مني إنه يكون فريند عندهم وصير أحكي معهم على طول. بقول لهم ما تستحوا من شيء. خلي عندكم إرادة، حطوا هدف يعني براسكم، أكيد أكيد رح تقدروا توصلوا لهدفكم، ورح تتغلبوا على كل الأشياء البشعة بحياتكم، وخليكم متأمنين بكل شيء. أصعب شيء ما قدر علي، وإن شاء الله ما شيء رح يقدر يوقفني.